الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه، كما ينبغي لأسمائه الحسنى وصفاته العلى ووحدانيته. أحمده تبارك وتعالى حمدا خالدا مع خلوده، لا منتهى له دون علمه ولا منتهى له دون مشيئته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين، اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم صل عليه صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون عباد الله، أسأل الله لي ولكم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اغفر لإخوان هؤلاء وللمسلمين أجمعين. اللهم اجعل مجالسنا مجالس علم ونور، تثقل بها الميزان وتحقق بها الإيمان وتخسئ بها الشيطان. اللهم أنزل علينا السكينة والطمأنينة والرحمة، واذكرنا في ملائك الأعلى المبارك. اللهم بيض وجوهنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم زكي أنفسنا، اللهم اجعل الحق في قلوبنا، وأجر الخير والنفع على ألسنتنا. المتعود الذي تعود أن يسير وفي جيبه 200 وحدة عملة، لما يكونوا 100 تختل موازينه. لما يصبح اللي في جيبه 100 وحدة عملة بالعملة التي يستعملها في بلده، تختل موازينه، في حين أنه يكون في جيبه بطاقة البنك التي عامرة بالمال أو غيره، لكن هو يحتاج دائما أن يكون في. الذي تعود على 1000 لا يحب أن يراهم 900، في حين أن مشواره لا يحتاج أكثر مثلا من 10. هذه نقطة أيها الإخوة نشعر بها، والشعور بها أمر جيد، يعني ليس ظاهرة سلبية بقدر ما هي أمر مطلوب أن نتوسع فيه لما هو أهم من النقود ومن الأرصدة. رصيد الهاتف أحيانا لو واحد شغال بهاتفه، برصيد في هاتفه أو برصيد في النت أو برصيد في البنك، ينزعج إذا قل الرصيد عن الحد المسموح أو الحد المعتاد عنده، ينزعج. لكن هناك أرصدة أيها الإخوة الانزعاج لها أهم والاهتمام بها أولى. رصيد المودة، رصيد المحبة، رصيد الانفعالات النفسية. الانفعالات النفسية زي الغضب، زي الحب، زي العداوة، زي الموالاة، هذه كلها انفعالات نفسية ينبغي للعبد أن ينتبه إليها، وأنها لو نفذت عنده، لو نفذت هذه الأرصدة عنده، فإن هذا نعيم نفذ في حياته، سواء كانت العلاقة في نفاد الرصيد أو ملئه، في واحد رصيده عامر واحد رصيده نافد، وكلنا يسحب من رصيده، سواء في العلاقة مع الله أو مع الناس. أنت في علاقتك مع الله لك رصيد، المفروض تعمل لنفسك رصيد في العلاقة مع الله. إحنا بنسحب منه كل يوم أيها الإخوة من هذا الرصيد، في ترهاتنا وفي سفاهاتنا لا مؤاخذة في التعبير، وفي سفاسف أمورنا سحب من الرصيد. كذلك في تعاملك مع الناس، مع أصدقائك، مع من تعاشرهم، أنت لك رصيد تسحب منه. تعشم في إنسان أو تغتر بصحبته أو تغتر بلينه وطيبه، فتسحب من رصيده بسخفات. وطبعا الأخوة يقولوا ماله الشيخ يستعمل سخفات وسفلات وسفاسف، هذه الحقيقة. الحقيقة أننا بشكل يومي بنسحب من رصيدنا في تعاملنا مع الله، ونسحب في رصيدنا من رصيدنا في تعاملنا مع الناس، حتى تأتي اللحظة الفارقة التي نسمح فيها الكلمة المعتادة: عفوا قد نفد رصيدك. ألا تخشى من هذا أن يكون بينك وبين جار مودة، فتسحب من رصيد المودة بينك وبين جارك بالإساءة إليه، فتأتي لحظة من اللحظات يكون جارك قد بلغت روحه الحلقوم منك، فجارك هكذا، فتتوقف المعاملة بينك وبينه، يقول لك: توقف توقف، إلى هنا نفد رصيدك معانا، مش متحمل معك، لم أعد أتحمل التعامل معك. هذه الكلمة أيها الإخوة تخرب لها بيوت،
تخرب وتفسد لها علاقات وانتم شايفين. وإحصائيات الخراب المجتمعي ليست بالقليلة في حياتنا اليومية. إحصائيات الطلاق، نفاد الرصيد بين الزوجين، نفاد الرصيد المودة بين الزوجين تنتهي. هذا أمر أردت أن أقف مع حضراتكم عليه اليوم. في واحد يغتر بالله عز وجل ويصنع لغروره بالله، يصنع لغروره بالله أدلة، وهذا منتهى الحمق في التعامل مع الله. لما واحد يقول يعمل المعصية ويقول لك ربك غفور رحيم، لما يقصر في الصلاة ويقول لك ربك غفور رحيم، والله لو علم الله، لو حسنت علاقته بالله وزاد رصيده عند الله ما كفته الخمس. الخمس صلوات ما تكفيش واحد يحب ربنا، يقعد من الفجر، من الفجر الساعة 4 لحد الظهر الساعة 2 لا يلتقي بالله وهو يحبه. لماذا؟ لو أنت، هو سيدنا عثمان قال الكلام ده يا أخوة، قال لو طهرت قلوبنا، لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله، من كتاب الله. كنت تجد الواحد فينا لو هو قلبه طاهر ونظيف مسك المصحف لحد ما ورق المصحف أظهر، يعني بانت فيه العلامات التقليب والأيدي علمت فيه بشكل جيد، وده هو فعلا المحب لله. وهذه صورة نادرة ما أجملها، أنك أنت تجد واحد له مصحفه قد انتفخ ورقه ورق المصحف من كثرة تقليبه فيه ومن كثرة نظره ومعاودته وتفتيشه. هذا هو الرصيد الحقيقي أيها الإخوة، أن الإنسان يجعل بينه وبين الله رصيد. أما أن يغتر بالله وحتى هذا كلام سائغ على ألسنة للأسف بعض المشايخ المربين. واحد منهم يقول لي ما غرك بربك الكريم؟ يقول غرني كرمه. وهذا منتهى السخف. الكريم يا إخوة حر، الكريم عزيز، الكريم صمد، الكريم لا يقبل الضيم، الكريم لا يقبل انتهاك الحرمات. فإذا ما عرفت الله على أنه كريم تخاف أنك أنت تخالفه، مش تغتر بمخالفته وتقول هو كريم سيغفر، غفر الذنوب. الدنيا يسر، ما علاقة الدنيا يسر بانتهاك الحرمات والوقوع في المعاصي والذنوب؟ لما يأتيك متخلفي الثقافة الشرعية الذين يدسون السم في العسل فيقرر أحدهم أن الكفر حرية وأنه اختيار مطروح على البشرية، ويستشهد بذلك بآية من القرآن فيقول وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ربنا قال لكم آية واحد على فكرة لسه ما خلصناهاش، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولو أكمل الآية لعلم أن هذه الآية هي أشد آية وعيد وتهديد في القرآن الكريم. لو سئلت ما هي أشد آية وعيد في القرآن الكريم فاخرج بهذه الآية وأنت مطمئن، لأن الله عز وجل يقول إن في نفس الآية إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. هذه أشد آية وعيد. لما أنت تحب تهدد ابنك وتقول يا ابني اسمع أنا تعبت معاك، ذاكر يا حبيبي أو ما تذكرش، يوم الامتحان يكرم المرأة ويهاني، يبقى أنت بتخيره؟ عمر ما هذا كان اسمه تخيير. إنما في اللغة هو أسلوب من أعنف أساليب التهديد، أنك تنذره اليوم الفيصل بين الذي اجتهد وتعب وبين الذي قصر وفرط، فتقول له ذكر أو لا تذاكر فيه يوم امتحان. خلاص هذا معناه أن هناك عصا قوية ستوضح فوق رأسك لا ينجيك منها إلا العمل. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن فينجو ومن شاء فليكفر فيكون جزاؤه إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا في تلك النار وفي تلك الشدة يغاثوا بماء كالمهل.
المهل هو عكر الزيت يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة. فالاغترار بالله والسحب من رصيدك عند الله خطير. واحد يقول لي كيف رصيدك عنده؟ أقول لك شيء. احنا كنا زمان لما نسمع عن العصمة للأنبياء نقول طب ليه الأنبياء معصومين؟ طب ما هو الأنبياء برضو ورد لهم في القرآن أخطاء. تعرف في خطأ في القرآن، خطأ فادح لو فعله أي واحد منكم مباشرة يتبصم له بالكفر. واحد ما فعله سيدنا موسى، تخيل سيدنا موسى يمسك كلام الله تقدس وتنزه ويلقي به ويهشم الألواح المكتوبة، تتهشم الألواح المكتوبة فيه، المكتوب فيها كلام الله، ثم لا يكفيه ذلك حتى يمسك برأس نبي مثله وإن كان أخيه بيمناه، ويمسك بلحيته بيسراه ويجذبه إليه جذبا شديدا وهو يتوسل إليه: ابن أم لا تأخذ باللحيتي ولا برأسي، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. ما الذي حمل موسى على هذا الفعل الشنيع عليه السلام؟ فعل خطير جدا جدا لا يقبل هو معنى في عداد الكبائر قولا واحدا. يعني لما تذكر أن سيدنا موسى وكذا رجلا فقتله، لا تعد هذه من الكبائر، فهو أشنع منها أن يلقي كلام الله وأن يتكسر كلام الله على يديه. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال: بئس ما خلفتموني من بعدي، وجدهم يعبدون العجل، فغضب منهم لأنهم تركوا عبادة الله وتوحيده وعبدوا عجلا. يا ليه وريت عجل حي، احنا من عيب على الصينيين انهم الهنود انهم يعبدون البقر، عجل تمثال ليس له حول ولا قوة. وتركهم وجدهم يعبدون العجل فغضب غضبا شديدا من تركهم للتوحيد وعبادتهم عجلا من دون الله. قال: بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم، وأخذ برأس أخيه يجره إليه. سيدنا هارون يتوسل إليه: لا تغضب، ما هذا الغضب الشديد؟ إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، مع القوم الذين عبدوا العجل، ما تعدني في عدادهم، لست منهم، لم أرضى فعلهم. ومع هذا ماذا كانت المؤاخذة من الله على هذا الفعل؟ مؤاخذة عجيبة. لماذا وبأي شيء استحق سيدنا موسى هذا الرصيد عند الله سبحانه وتعالى ألا يؤاخذه؟ فماذا قال الله تبارك وتعالى تعقيبا على هذا الفعل؟ فلما سكت عن موسى الغضب فاعل، الغضب فاعل، يعني اللي عمل الموضوع ده مش موسى، ده الغضب اللي ألقى الألواح واللي أجذب برأس نبي إليه وعنفه تعنيفا شديدا، هذا هو الغضب. ما الدافع أيها الإخوة؟ أنا أحرك في ذهنك هذا السؤال: ما الذي جعل الله تبارك وتعالى، ما الدافع الذي جعل توبة الله على سيدنا موسى وعفو الله عن سيدنا موسى وصفح الله عن فعل سيدنا موسى هذا الكبير، من كبرتين من الكبائر، إلقاء الألواح وفي نسختها التوراة كلام الله، والتعدي على شخص نبي مثله؟ هو سيدنا موسى له رصيد، ولما ألقى الألواح كان سحب من الرصيد، بس الرصيد ما تأثرش لأن الغضب كان لله. وأن سيدنا موسى كان رصيده هو وقفة لنصرة التوحيد وتأييد الحق، ولكن هذه الوقفة ليست أمام أحد عوام الناس، إنما كانت أمام أكبر طواغيت الأرض. الناس يا إخوة تقول يعني تستبد بالحكم، وفرعون استبد بكل صفات الألوهية والربوبية. فرعون ادعى أنه إله وادعى أنه رب ورب أعلى، ووقف أمامه موسى فاستحق رصيدا قويا لا يخوى عليه أي إنسان. فلما وقع منه الخطأ وكان دافعه نصرة التوحيد والغضب من قومه لأنهم أشركوا، تجاوز الله سبحانه وتعالى عنه.
من رصيد موسى وبفضل الله تبارك وتعالى. فهل أحدنا يا أخوة، السؤال الآن وهو المهم، هل أحدنا رصيد عند الله يغفر له إذا أخطأ ويتجاوز عنه إذا أساء، يغفر له بهذا الرصيد ويتجاوز عنه؟ هذه نقطة مهمة. من الناس من يدخل النار في هرة، ومن الناس من يدخل النار في كلمة يهوي بها في النار 70 خريفة. لماذا كانت الكلمة؟ لأنه خالي من الرصيد. لماذا كانت كلمة مجرد كلمة؟ إن الرجل يقول الكلمة من سخط الله فأهوي بها في النار 70 خريفا، يظل يهوي 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 ويتساقط في النار مدة 70 خريف تساقط، وبعد ذلك بقاء في النار الله أعلم به بكلمة واحدة. لماذا؟ لأنه كان رصيده نافد، صفر، ويمكن بالمينوس كمان، ويمكن رصيد بالسالب. والله يا إخوة، لا، هذا الإنسان الذي يغشي بطاقته في مكينة الصراف ويجد رصيده نل صفر أو بالسالب فينزعج، ولا ينزعج من رصيده مع الله. إنسان خايب منتهى الخيابة، محتاج يعيد حساباته من جديد، محتاج يعرف قيمة الدنيا عند الله وعند الناس وفي نفسه، وقيمة الله في المقابل تبارك وتعالى وتقدس وتنزه. الإنسان الهايم على رأسه، الذي لا يعرف له هدفا ولا يسعى لتحصيل رصيد عند الله أو عند الناس، إنسان في منتهى الخسران. والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذه الخسارة الحقيقية. إلا الذين آمنوا وعملوا، حصلوا أعمال تكتب لهم بها أرصدة عند الله، وعملوا الصالحات وتواصوا في هذا السوق، سوق الربح الحقيقي، سوق العبادة والقرب من الله، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كل علاقة أيها الإخوة بالله عز وجل أو بالناس مرهونة برصيد، يتحدد هذا الرصيد حسب معرفتك بالله تبارك وتعالى. ولذلك في الحديث الشريف أنت تفهم كده أن الأنبياء لهم أخطاء، لكن أخطاء لم تصل برصيدهم إلى درجة الصفر. فالحديث الشريف في أبي داود وفي سنن النسائي ومسند الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم أو زلاتهم إلا حدا من حدود الله. ذوي الهيئات، ذوي المرؤات، أصحاب السبق في الخيرات والمبرات. الرسول صلى الله عليه وسلم ينصحنا أن نقيلهم العثرات. في واحد أيها الأخوة يخطئ، خطأه يكون نقطة في محيط، قطرة في محيط، لا، محيط خيرات. هو فعل خيرات كثيرة، لكن هو ليس معصوما، هو ليس ملكا، إنما هو بشر، يأتي من الأخطاء ما يأتي مثله الناس أو أكثر، ولكن هو ليس هذا له بعادة ولا ديدا، إنما جاءت هفوة وزلة. ذوي الهيئات، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا حدا من حدود الله، إلا أن يصيب حد فيصل إلى الحاكم فيجب على الحاكم في هذه الحالة أن يقيم عليه الحد. ده معناه أن احنا بشر، الأنبياء يخطئون، الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم خطأ، مثلا كان في أحد في حياته خطأ تعده أنت فادحا إلى جانب العصمة التي تتصورها أو تتخيلها، وهذا خطأ في تصورك عن الإسلام. يعني حتى هذا الحديث بعض الناس يقول هذا نوع من العنصرية لا أبدا، ده أنت اللي مش فاهم. يعني يقول لك إزاي واحد لما يكون واحد من العلماء، ولا واحد من الدعاة، ولا واحد من فاعلي الخير والمسرين الذين فتحوا مساجد أو ساعدوا في مدارس أو ساعدوا في فض كربات وإفراج منح على الناس، لماذا لو أخطأ، لماذا لما يخطئ نعفي عنه، مطالب أننا أعفو عنه؟ أيوة، أنت مطالب أن تعفي عنه، لأن الخطأ ليس فيه بعادة، وربما أنت الذي حملته على الخطأ. هذا فلسفة علم النفس في القرآن الكريم. الله يعلم عز وجل أن النفس خطاء وأنها تخطئ وليست بمعصومة، ولكن ليس خطأ كخطأ، خطأ متكرر ومعتاد وديدا وعادة ولازم في الشخص، غير خطأ يأتي لماما وعفويا أو تحت ضغوط واستجابة لضغوط معينة.
لذلك احنا نتكلم عن الأرصدة. ابحث عن رصيدك مع أقرب الناس إليك، ابحث عن رصيدك مع شيخ الجامع صراحة. لا تضغط 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 حتى تأتي اللحظة التي يقال لك فيها نفد رصيدك، لا أستطيع تحملك. تقولها الزوجة، يقولها الزوج لزوجته، يقولها الابن لأبيه، الأب لابنه، يخرج عن شعوره واحد من ذوي الهيئات ويطلع لك بطلعة ما تتصورهاش ولا تخطر على بالك في لحظة من اللحظات، ها؟ وساعتها تقول ده الإسلام. تعرف تفتكر الإسلام لما تفلس، وتفتكروا الإسلام لما تفلس وتوجعوا ذوي الهيئات في الأخطاء، هذا خطأ. لما تفتعل خطأ تلو الخطأ تلو الخطأ ثم تكب ثم يكب به على وجهه في النار فيقول لماذا ما فلان فعل، لا فلان ليها رصيد انت مالكش. هو لضبط أموركم، لأن هذه مسألة مهمة. زي ما أنا بكلمك هذا الكلام، لأن الإنسان يا أخوة ذهنه بيستدعي مواقف معينة في لحظات معينة. أنا عايزك كل ما تحط الكرت، كل ما تفتح الهاتف وتطلع على الرصيد بتاع البنك وتلاقي الدنيا مرتفعة أو نازلة، خط البياني فيه اضطراب، تفتكر هذا الكلام وأن لك رصيدا أهم هو رصيدك مع الله ورصيدك مع الناس. وأن السفه أن الإنسان يتصور أن هذه الأمور يعني لا تنتهي، أن الإنسان يغتر برصيده مع الناس أو مع الله فيظن أن هذه الأمور لا تنتهي. أهم رصيد يا إخوة، رصيدك في علاقتك بالله سبحانه وتعالى، أنه رب كل شيء، القادر على كل شيء، الفعال لكل شيء، الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. مرة كنت راح أخطب عن التوكل، والخطباء دائما يهمهم المدخل اسمه الاستهلال، يحب يكون عنده براعة استهلال كيف يتكلم مع الناس. فأنا راح أخطب في بلد بينه وبينها 2 كيلو، فماشي وجدت طفل في وسط الحقول يعني يصرخ وينادي بفزح شديد على أمه ولا يجدها. قلت سبحان الله، الولد ده لو جاله رئيس الدولة ملك من ملوك الأرض وقال له أمرك أؤمر، أنا ريحك أنا تحت أمرك، لا ينظر إليه ولا يلتفت، إنما هو غرض أمه فقط، إذا وجد لأنه رضيع أو صغير، لو وجد أمه لاكتفى بها عن رؤساء وملوك الأرض وأغنيائها، لو افتقد أمه لم يغنيه واحدا من المقتدرين في الأرض عن فقد أمه بحال من الأحوال. هذه حالة الطفل، متصورها؟ طيب ماذا عن الذي يفتقد الله تبارك وتعالى، يفتقد الثقة في ربه عز وجل، لا يهلع ولا يهرع إليه إذا وقعت ولا ألمت به ملمة أو نزلت به نازلة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان فزعه إلى الصلاة إذا نزلت به نازلة. هل نحن نفزع إلى الصلاة نشكو إلى الله قبل أن نشكو إلى الناس؟ هل تستخير قبل أن تستشير؟ اسأل نفسك، أنت حافظ دعاء الاستخارة؟ الصحابة كانوا حافظين دعاء الاستخارة زي يقول هو الله أحد، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر، إن كانت بنت فلان بنت حلال اقدرها لي أنا عايز أتزوج منها، إن كان المشروع الفلاني، إن كانت الدراسة الفلانية، ويستخير ويسأل، إن كانت شر لي في ديني ودنياي وعقبة أمري وعاجل أمرك فاصرفني عنها واصرفني عنها واقدر الخير واقدر لي الخير حيث كان. يحفظون هذا كما يحفظون قل هو الله أحد الله الصمد. هل أنت فزعك أولا إلى الله أم إلى الناس؟ تستشير فلان ولا أم الله عز وجل؟ من تقدم في استشارتك؟ هل تستخير الله أم تستشير الناس؟ هو ده رصيدك عند الله. كل ما كان الله في قلبك كبير ومعرفتك به عظيمة استغنيت به، تلجأ إلى الاستخارة. فيه دعاء يا إخوة يستعجبون ويستغربون لمن لا يستخير الله في اليوم مرة واثنين وثلاثة وعشرة. أنت عندك كم أمر تفزع إليه في اليوم؟ كثير. كم مرة استخرت؟ ما فيش. مرة في الشهر، مرة في العمر، مرة في أمور يعني فيها هوى قلب. الواحد يبقى عايز يروح يعمل مصيبة ويروح يستخير، مصيبتي اللي تستخير فيها؟ الاستخارة في الأمور المباحة على فكرة، يعني واحد ما يروحش ينوي يروح يعمل داهية من الدواهي ويقول أستخير الله فيها، تستخير الله لما هو ربنا حرمها، تستخير الله في فعل محرم؟
أو واحد يقول لك عايز أحج ويستخير الله، ما تستخيرش في الحج يا عم الحاج، عايز تستخير في الحج لما هو فرض، وحد يستخير في إخراج الزكاة في صلاة الظهر، أصلي الظهر في الجامع، لا تصلي الظهر في الجامع، تحج غصب عنك وبسرعة. طالما طبعا في ناس بتقول على التراخي زي الشافعية، لكن خليني أقول لك يا حج قدرت تحج حج السنة الجاية ما تعرفش هيحصل إيه. فلذلك احنا نتكلم، انت كن كهذا الطفل مع الله، الطفل اللي احنا لقيناه كده في المزارع يصرخ ويقول يا أمه، خلي فزعك إلى الله، لا تلجأ إلا إليه، لا يملأ قلبك إلا الله سبحانه وتعالى. سيد الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، الأديب المفكر العالم المنقطع النظير في الدنيا، الشيخ علي الطنطاوي، ويبقى كارثة لما واحد سوري يقول لي مين الشيخ علي الطنطاوي. الشيخ علي الطنطاوي قال لو كان الإنسان في بطن أمه أهلا للتخيير، يسألوه إيه رأيك تاخد كذا ولا كذا، وهو في بطن أمه وهو لسه مازال جنين، وخيروه بين الخروج يخرج ولا يبقى، يستمر تستمر حياته في الرحم لحد ما تطلع له أسنان كده وشارب، ولا ينزل بعد 9 أشهر. لو كان أهلا للتخيير وخير بين البقاء والخروج لاختار البقاء في رحم أمه خشية المخاوف والمجهول الذي ينتظره. الإنسان يخاف من غد. تعرف أن الكلمتين دول هي شركات التأمين، بين شركات التأمين اللي بتعمل لك حزم تأمينية، باكيت تأميني في البيت وفي الأطفال وفي السيارة وكذا وكذا والقرطن، وهذا شركات التأمين كلها على الخوف ده، على الخوف من الغد. فقال الإنسان خايف حتى هو ببطن أمه، وهو يحصل له يا إله العالمين على الكبد الذي يعانيه، لقد خلقنا الإنسان في كبد، على الكبد الذي يعانيه في الخروج من بطن أمه، حتى إذا خرج صرخ، وصرخه هذا من المعاناة الرهيبة الذي يجدها، ليست الأم فقط التي تعاني في الوضع والولادة، إنما كذلك الجنين. ولو خير أن يبقى لبقي، لو خير أن يبقى في بطن أمه لبقي، خوف المجهول. أنت لماذا المجهول عندك هو فقط رصيد الهاتف أو رصيد النت أو رصيد البنك؟ لماذا هو ده المجهول اللي انت خايف انه يخلص؟ لماذا هذا المجهول ليس هو الجنة او النار، طمعا في الجنة وحبا فيها وخوفا من النار وهروبا منها؟ لماذا؟ لماذا المجهول عندك ليس البقاء على المودة بينك وبين اهلك واحبابك واخوانك؟ هذه امور ايها الاخوة يضبطها بعض الايات الذي اذا استحضرها الانسان وعلم معانيها كانت له نجاة. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ربك أعلم بك منك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه مهمتك، ما أريد منهم من رزق لأنفسهم، وما أريد أن يطعمون أهلهم أو أنفسهم أيضا. تدبر هذه المعاني واعلم أنها قانون حياتك، تدبر هذه المعاني وتوكل على الله حق توكله، ولو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتعود بطانة. لا يختار الإنسان لنفسه شيئا أكثر مما اختاره الله له، ويجتهد فيما هو مأمور به، العبادة والقرب والأنس بالله والرحمة للبشرية وللإنسانية ولمن يعيشهم. بهذا يكون الإنسان مسلما. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم.